السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف التاسع، يا رب تكونوا بألف خير إن شاء الله. النهاردة هنتكلم على أول جزء في قارة أستراليا، وهي آخر قارة عندنا بإذن الله في الكتاب. القارة صغيرة بإذن الله وسهلة، وتخلص إيه معاك أوام، وإن شاء الله يا رب تكون سهلة عليكم. طيب أول حاجة إحنا بنتكلم عليها في أي قارة، في البداية خالص بنتكلم على الإيه، على الموقع والحدود الجغرافية والمساحة وكده. طيب قارة استراليا تقع بين دائرة عرض من 11 ل 39، 11 ل 39، تقع اغلبها في الجهة في الجزء الجنوبي، الجنوب الشرقي من ايه، من الكرة الارضية. يبقى تاني كده، تقع قارة استراليا في جنوب شرق الكرة الايه الارضية، وايضا جنوب شرق قارة اسيا. قارة استراليا تقع بين دائرة عرض قلنا من 11 ل 39، تعتبر احنا قلنا اصغر القارات مساحة، مساحتها قد ايه؟ 9 مليون كيلو متر مربع. يبقى مساحتها 9 ايه؟ مليون كيلو متر مربع. طيب بالنسبة للحدود، حدود قارة استراليا اول حاجة بيحدها شرقا المحيط الهادي، يحدها من الغرب المحيط الهندي، يحدها من الجنوب المحيط المتجمد الجنوبي. يبقى تاني كده، الحدود قلنا من الشرق المحيط الهادي، من الغرب المحيط الهندي، من الجنوب المحيط المتجمد الجنوبي، من الشمال بحر أرافورا وتيمور، وتنتشر على سواحلها الجنوبية والشرقية مجموعة من الجزر، أهمها جزر تسمانيا ونيوزيلندا وإيه وكاليدونيا. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الإيه، عن الموقع. يبقى الحدود من الشرق المحيط الهادي، من الغرب المحيط الهندي، من الجنوب المحيط المتجمد الجنوبي، وقلنا من الشمال ايه، بحر أرافورا وايه وتيمور. تمام، احنا كده خلصنا الموقع. هنخش بقى على الايه، التضاريس. تضاريس قارة استراليا تنقسم ثلاثة ايه اقسام، زي اغلب القارات اللي احنا كنا بنتكلم عليهم قبل كده. عندك هضاب في الشرق والجبال او المرتفعات في الغرب، وفي النص ايه السهول الوسطى التي توجد فيها ايه، توجد فيها الانهار. طيب بالنسبة الهضبة الغربية الاول، هنتكلم الاول على الهضبة الغربية. تشمل نصف مساحة القارة، يعني تغطي نصف مساحة القارة، الا انها اقل جهات القارة سكان. ليه؟ لأن يسودها المناخ الايه الصحراوي، ما عدا جزء صغير منه هو الجزء الجنوبي الغربي، واللي ده يعتبر بيعيش فيه بعض السكان، او اكثر ايه نسبة، يعني نسبة السكان فيه اكثر شوية من بقية الايه الهضبة. ليه؟ لأنه يسود المناخ البحر المتوسط، يعني مناخه شوية ملائم لمعيشة السكان. يبقى تاني، الهضبة الغربية تشمل اغلب او نصف مساحة قارة استراليا، لكنها اقل جهات العالم سكانا، ولكن ايه بدي بيجي لك فيها سؤال، بما تفسر ايه الجزء اللي فيها مقول بالسكان؟ هو الجزء الجنوب الغربي، ارتفاعها قد ايه؟ من 300 ل 600 ايه متر. دي بالنسبه للهضبه الغربيه. طيب بالنسبه للمرتفعات الشرقيه، عندك هي على شكل قوس، شكلها كده شكل قوس. الجهه الجنوبيه اللي هي جبال الألب الاستراليه اكثر ارتفاعا من الجهات الايه الشماليه. نسينا كمان نقول ان الهضبه الغربيه بتنحصر داخلها جبال ماكدونال، جبال اسمها ايه ماكدونال. يبقى تاني كده، الجبل الهضبه الغربيه ينحصر بداخلها جبال تسمى جبال ماكدونال، اما المرتفعات الشرقيه بتوجد على شكل قوس تغطي، تبدا من اول شمال القاره الى جنوبها. طيب هل كلها ارتفاع واحد؟ لا، ده الجهه الجنوبيه اكثر ارتفاعا من الجهات الشماليه، عند جبال، خاصه عند جبال الألب الاستراليه التي يبلغ ارتفاعها 2400 متر. يبقى ده كده اتكلمنا على الجهات الشرقيه. طيب في حاجه كمان مهمه، تعرف ان الجانب الشرقي ده، وهنعيده وهنفسره اكتر في السكان، هو اكثر جهات استراليا تركز في السكان، يعتبر اكثر المناطق مزدحمه بالسكان. ليه؟ لسببين. اول حاجه، علشان خاطر بيتركز فيه المعادن زي الذهب، اصلا ده اللي خلى او ده اللي جذب السكان من اوروبا ومن القارات الثانيه، ان هي تقدر ايه، ان هي تعيش في استراليا هي، وخاصه وجود معدن الايه الذهب بكثره جدا. لان زي ما احنا عارفين ان قاره استراليا من القارات التي مكتشفه حديثا او تاخر اكتشافها لبعدها عن ايه، عن القارات القديمه. يبقى تاني كده، الجهات الشرقية أكثر جهات في قارة استراليا ازدحاما بالسكان لغناها بالموارد المعدنية. طيب لما تبقى غنية بالموارد المعدنية، إذا هيوجد في يوجد فيها المدن الإيه الرئيسية، زي سيدني، ملبورن، ونيوكاسل وإيه وغيرها من المدن المهمة في قارة استراليا. طيب إحنا كده اتكلمنا على الهضبة الغربية، واتكلمنا على المرتفعات الشرقية. حاجة كمان تعرفها، ان المرتفعات الشرقية اكثر ارتفاعا من الهضبة الغربية، يعني الجهة الشرقية مرتفعة اكثر من الهضبة الغربية. طيب بعد كده عندك السهول الوسطى،
التي ايه تقع ما بين المرتفعات اللي في الشرق وما بين الهضبة الغربية. السهول الوسطى تجري فيها الانهار زي نهر ايه كده عندك، تجري فيها سهول ايه الانهار، وكمان لا وكمان تعد من اهم المناطق التي تربى عليها الاغنام ومن اهم المناطق التي توجد فيها الايه المحاصيل الايه الزراعيه. دي بالنسبه للسهول الوسطى. هنا عندك في ممرات زي ما كنا بندرس في بقيه القارات، برضو في ممرات في هذه المرتفعات لتربط بين السواحل الشرقيه والغربيه وما بين السهول الايه وما بين السهول الوسطى. الكلام ده عندك صفحه 159 و160 في قاره ايه في 160 و101 و161. تمام. طيب عندك بالنسبه لاهم الانهار حوض كربانتريا في الشمال، اهو حوض كربانتريا في الشمال، حوض بحيره اير في الوسط، ونهر موراي ودارلينج اهو. النهرين دول بيستمدوا المياه من المرتفعات الشرقيه، يبقى المياه الامطار تسقط على المرتفعات الشرقيه تغذي ايه هذين النهرين التي دول بيتركز فيهم كمان اكتر الايه الزراعه زي ما احنا هناخد بعد كده. يبقى تاني بالنسبه للسهول الوسطى عندك حوض كربانتريا في الشمال، حوض بحيره اير في الوسط، وبحيره اير يتميز بالجفاف ايه معظم السنه وتكثر به الابار الايه الارتوازيه. وعندك في الجنوب نهرين، نهر موراي ونهر دارلينج، اللذان يستمدان المياه من المرتفعات الشرقيه وبتيجي كتير جدا في صح وغلط او بتيجي برضو في اختياري. ممكن يجي يقول لك نهر موراي ودارلينج يستمد مثلا المياه من المرتفعات الغربيه، طبعا هتقول له ايه خطا. تعالى بقى نلخص الكلام اللي احنا قلناه دوت عشان ايه ناخد الواجب. عندك يبقى احنا قلنا كده المرتفعات الشرقيه هي على شكل قوس، اكثر منطقة ارتفاع فيها عند جبال الألب الأسترالية. اللي هي ارتفاعها قد ايه؟ 2400 متر فوق سطح البحر. قلنا ان هو اغنى الاقاليم بالسكان. ودي قلنا دي هيجي فيها سؤال برضو بمتفسر ومهمة جدا النقطة دي. طيب الهضبة الغربية تبلغ نصف مساحة القارة، أقل الجهات سكان، عدد طرف الجنوب الغربي. وكمان حاجة مهمة، لأن الطرف الجنوب الغربي ده يوجد عنده سهل مهم جدا اسمه سهل نولابور، وده السهل الوحيد التي تجري فيه المياه طول الايه طول العام، اسمه سهل نولابور. ودي برضو هنا يجي لي سؤال بمتفسر، اشمعنى الطرف الجنوب الغربي اللي هو فيه سكان دونا عن بقية الايه الهضبة. قلنا السهول الوسطى تنقسم لثلاثة أقسام، حوض كربانتريا في الشمال، حوض بحيرة إير الذي يتميز بالجفاف ده في الوسط، ونهر موراي ودارلينج ده فين؟ في الجنوب. قلنا بيستمد المياه من المرتفعات الشرقية. بس بعد كده ان شاء الله ناخد الواجب بتاعنا، هتقارن ما بين المظاهر السطح كلها اللي هي المرتفعات الشرقيه والغربيه والسهول الوسطى، وهتعملها لي كده في جدول باهم المعلومات ايه بتاعتها. يبقى قارن بين الهضبه الغربيه والمرتفعات الشرقيه السهول الوسطى من حيث اهم المظاهر الجغرافية الموجودة ايه فيهم بالارتفاعات والنسب وكده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.